ماذا نفعل مع من سموا أنفسهم بالقرآنيين؟ ماذا نفعل مع من سموا أنفسهم بالقرآنيين؟ إذا كنت تقصد الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل ضلال، لأن القرآن يأمرنا الله فيه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا الله فيه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يطع النبي عليه الصلاة والسلام فليس بمتبع للقرآن. الصلاة ليس فيها في القرآن ماذا نقول في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، ولا فيها كم سجدة ولا فيها كم ركعة ولا فيها التشهد، كل ذلك بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في المحرمات من الزواج، من المحرمات في الزواج قائلا يحرم من الرضاع ما لا يحرم من النسب. وفي الكتاب العزيز أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن الرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فوصلها إلى سبع في كل الأبواب.